أصدق أنني فوتت الكرة. لا بأس يا هان، لا تقسي على نفسك. كيت محقة، المهم أنك فعلت ما في وسعك. كيت عزيزتي، لنذهب، يجب أن نسرع. حسناً أمي. كوني، هذه أنت؟ أوه جين، مر وقت طويل، لم أرك منذ مدة طويلة. أتذكرين عندما كنا نلعب كرة المضرب؟ الآن ابنتان تتنافسان. الحياة مضحكة صحيح؟ لست متأكدة أنني سأستخدم هذه الكلمة، لكن بالتأكيد لم أدرك أنكما عدتما كثيرا إلى الوراء. أوه نعم، أنا وهذه كنا نتنافس على المركز الأول داخل وخارج الملعب. إنه من العار أننا لم نكن قادرتين على التواصل. كنت مشغولة أدير عملي الخاص مؤخرا، وتعلمين. لم تفوتي شيئا، كيت خاضت مباراة رائعة كالعادة. حسناً، يجب عليها باعتبار أنني أنفقت الكثير من المال على الدروس الخاصة. لكن إن أردت أن تلعب كواحدة من الآيفيز بعد التخرج، ستحتاج لأن تتقن لعبتها. أتمنى لو شانون لديها مسيرة كيت وتهتم بالذهاب إلى كلية آيفي. بالكاد أستطيع جعلها تفتح كتاباً. حسناً، يجب أن تقوديها إلى الطريق الصحيح عاجلاً وليس آجلاً. لذلك جعلت كيتي تأخذ دروس على آلة الكمان، وجعلتها تأخذ مجموعة من الدورات المتقدمة، لأن آخر شيء ممكن أن أفعله هو أن أضيع مستقبلها في مدارس عادية. أوه، مهلاً، ارتدت تلك المدارس صحيح؟ فعلت، لا مشكلة في ذلك بالتأكيد، فقط أريد ما هو أفضل من أجل كيت. ما خطط هانا؟ هل لي أن أسأل؟ حسناً، نريدها أن تذهب إلى كلية آيفيز أيضاً. تفكر في الذهاب إلى براون، لكن أدفعها للذهاب إلى برينستون. هذا رائع كوني، يجب أن تكوني فخورة. لم يكن لدي فكرة أنها على هذا الطريق. هل تأخذ دورات متقدمة؟ لأن جميع مستشاري الكلية يقولون إنه المفتاح للقبول هذه الأيام. نعم، ويعتقدون أن لديها فرصة كبيرة للنجاح أيضاً. أمي، ألديك مانع أن نتناول أنا وكيت الآيس كريم ونذهب إلى معرض الفنون الجديد؟ معرض الفنون؟ من لديه الوقت للذهاب إلى معرض فنون؟ لدينا الكثير من وظائف الدورات المتقدمة. أمي، عم سررت برؤيتكم. لا أصدق أنك سجلتني في دورات متقدمة لمادتي الرياضيات والتاريخ، أنا لا أحبها أبداً. يجب عليك أن تعرف الكلية التي ستلتحقين بها لحياة أفضل. لكن هذه الدروس تحتاج لساعات، هؤلاء الطلاب ليس لديهم حياة. يقومون بالتضحية الآن لكي يشعروا بالراحة في المستقبل، كما أن الجميع يقولون إن كلية آيفي تسعى للتأكد من حصولك على دورات متقدمة بأقرب وقت ممكن. أمي، من هم الجميع؟ الأهالي من منتديات الكلية عبر الإنترنت، وهذا يذكرني بأنني سجلتك في دروس لكرة المضرب لتكوني مستعدة من أجل المباراة. أن تحصلي على المركز الأول سيكون رائعاً على استمارة تقديمك. أمي، هيا، الدروس الخاصة مكلفة، لا نحتمل تكلفتها. إنه استثمار من أجل مستقبلك. سأقوم بمناوبات إضافية في المطعم، لكن سوف أكون متاحة لأحضرك للتمرين، وهذا سيكون إضافة جيدة لسيرتك الذاتية. أمي، ماذا؟ أنا أكره الكمان، لم أعزف منذ السن العاشرة. حسناً، إما هذا أو دروس الماندرين. منذ متى تهتمين إلى أي جامعة سأذهب؟ بالإضافة لطالما أردت الذهاب إلى جامعة الفنون، هل نسيت ذلك؟ الفن لن يأخذك إلى أي مكان، أريد لك حياة أفضل من حياتي. تأخرت على المدرسة. أو هانا، 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 نسيت كتابك. تذكري، الدرجات لا تهم بل النسب. العلامات الممتازة ممكن أن تكون. العلامات الممتازة، أعلم، أعلم. أما زلنا سنشاهد الأفلام لاحقاً؟ أوه عزيزتي، أنا آسفة، حصل شيء في العمل، لكن يمكنك استغلال هذا الوقت من أجل الدراسة. كوني،
كوني، تسعدني رؤيتك في موقف السيارات مع باقي الأمهات. اعتقدت أن هانا تأتي في الباص. حسناً، كانت تفعل ذلك، لكن فقط بسبب عملي لساعات إضافية من أجل المنافسة للحصول على ترقية. بسبب تنظيم الحياة بين القيام بعدة أعمال في نفس الوقت وإيجاد الوقت للانتباه إلى الأولاد. ألا أعرف ذلك؟ هل هذه سيارتك؟ أوه، قطعة الخردة هذه؟ لا أبداً، إنها استعارة فقط. سيارتي في التصليح لعدة أيام. نعم، كنت سأقول أنني لن أشعر بالأمان بقيادة سيارة كهذه مع أولادي. أوه، حاولت الحصول على واحدة أفضل، لكن هذه الوحيدة المتبقية لديهم. بصراحة أشعر بالحرج لقيادة سيارة كهذه. أوه، لكن هذا مؤقت فقط. فهمت. لاحظت ذلك اليوم أنك كنت تحملين حقيبة مايكل كورس. هل أنت راضية بذلك؟ أوه، حسناً، السبب الوحيد الذي جعلني أقوم بذلك هو أنني لم أرد أن أحضر واحدة من حقائب الثامنة في هذه السيارة. هذا يبدو منطقياً. نعم، انظري إلى حقيبة شانيل التي اشتريتها للتو. أليست جميلة؟ بالمناسبة، هل لمحت اسم هانا على قائمة الأوركسترا؟ نعم، كان اسمها، فقط لإعطائها القليل من روح المنافسة قبل التقديم على جامعة آيفيز. تأمل بالحصول على المقعد الأول هذه السنة. حقاً، كيت أيضاً. جعلتها تتمرن على العزف لباغانيني وفيفالدي كل الصيف لتكون جاهزة. هذا يعني أننا سنقوم برؤيتك أنت وهانا في الجوار. يمكنك الاعتماد على ذلك. حسناً، الآن من يريد أن يقوم بحل هذه المسألة؟ هانا، أنت جديدة في هذا الصف، لما لا تحاولين؟ لا أعلم، صفر؟ هذا ليس قريباً حتى. حسناً، هذا يكفي يا طلاب، إليكم ما سأفعله. سأريكم الحل خطوة بخطوة. لا تقلقي، ستنجحين في الأمر، يتطلب وقتاً. هل أنت بخير؟ نعم، أنا فقط متعبة، أمي تزعجني كثيراً. كان علي الذهاب لدروس المضرب البارحة ثم أقوم بحل الوظائف لمدة 5 ساعات. لم ألمس الكمان ولم أعمل على أي مشاريع الفنون. أنا آسفة، أفهم ذلك بالكامل، أمي تقوم بذلك أيضاً. أنا لا أستطيع التذكر آخر مرة قمت بها بعمل الشيء لأنني أحببته. حقاً؟ نعم، هل من نصائح؟ في الواقع أعتقد عندما يحين الوقت يجب علينا أن نختار الكليات البعيدة عن المنزل. حسناً، بما أننا نتمرن لأسابيع دعونا نستمع لبعض العزف المنفرد لنرى إن كنا بحاجة لضبط النوتات. أنت متأخرة؟ كنت قلقة من أن تكون السيارة التي استأجرتها تعطلت. كيت، لما لا تبدأين أولاً؟ بالتأكيد، أعتقد أنه حان الوقت لرؤية من سيصعد إلى القمة. أحسنت كيت، يبدو أنك كنت تتمرنين، والآن من يريد أن يحاول؟ هانا، هل تودين عزف نفس القطعة التي عزفتها كيت؟ نعم. مهلا 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 مهلا، ما هذا؟ هذا نفس الذي عزفته كيت. لا أعلم ما كان هذا، لكنه ليس ما كانت تعزفه كيت. الآن، أي يريد أحد الصعود والمحاولة؟ ربما أحد تدرب بالفعل؟ أظنها بحاجة إلى التدرب أكثر. لا أصدق أنك أجبرتني على الدخول في الأوركسترا، بدوت كغبية. لو كنت قد تدربت مثل كيت. من يبالي بما تقوم به كيت؟ أنا أكره الكمان، لما لا ترين بشكل واضح لثانية؟ أحاول أن أساعدك. بماذا؟
بالضبط؟ بإدراكك لإمكانياتك العالية. إن كنت تريدين التقديم لآيفي فالعمل يبدأ من الآن. كيت بريعة في العزف على الكمان وكرة المضرب، وتخيلي أنها على الطريق في أن تصبح متفوقة خلال سنتين. تلك كيت أمي وهذه أنا. ما خطبك مؤخراً؟ كنت هادئة وداعمة، الآن كل ما يهمك هو الذهاب إلى مدارس معروفة. لما هذا التغير فجأة؟ لكي تتباهين بي؟ أريد أن أمنعك من ارتكاب الخطأ الذي قمت به أنا من قبل. عما تتحدثين؟ لا أريد أن ينتهي بك الأمر هكذا. في شقة متداعية تقدمين الطعام، تعيشين على الراتب من دون ادخار المال. أريد لك حياة أفضل، وهكذا نحقق ذلك. لو أنني بذلت الجهد الكافي عندما كنت في عمرك بدلاً من الذهاب إلى مدارس عادية يا ابنتي والانسحاب منها، لكنت أصبحت مثل أمي كيت. لدي عملي الخاص بي وحقائب لمصممين مشهورين، وأيضاً ربما سيارة بورش. أمي، لكل منا حياته الخاصة لا يمكن مقارنتها بحياة أشخاص آخرين. لدي شخصيتي الخاصة وأحلامي الخاصة، أليس هذا ما يهم؟ أنا أريد الأفضل لك فقط، أريدك أن تحصلي على الأشياء التي لم أتمكن من الحصول عليها. أنت ذكية جداً وقادرة على تحقيق كل ما تريدينه، تستطيعين فعل أي شيء تفكرين فيه. رجاءً، هل يمكنك فعل ذلك من أجلي؟ ماذا لو لم أكن جيدة في كل هذه الأشياء؟ سوف تكونين، سأحرص على ذلك. هيا هان، هذه فرصتنا. هل فعلت هذا من أجلنا؟ حسناً، من يستطيع حل هذا؟ هانا. 4 على الجذر التربيعي لإكس وواي إلى الرابع. هذا صحيح، أحسنتي. أجل هل فوتت شيئاً ما؟ هل قاموا بالإعلان عن المقعد الأول؟ ليس بعد. لدي شعور جيد حيال ذلك، لقد كانت تتدرب كيت ليلاً نهاراً. ماذا؟ لا شيء. حسناً، هذا فقط يفسر لما كانت بعيدة عن كرة المضرب الفترة الأخيرة. أين كنت؟ حالة طوارئ؟ في الواقع، إن أردت أن تعرفي، كان لدي اجتماع مع أحد مستشاري الجامعة للتأكد من أن كيت في المسار الصحيح، ولقد حصلت على علامة 99.
في امتحان الرياضيات الأخير. هي واحدة من أفضل اثنين في الصف، أتعلمين؟ كيت ستكون سعيدة بتعليمي هانا إذا كانت بحاجة لذلك. هذا حقاً كرم كبير منك، لكن هانا لن تكون بحاجة لذلك لأنها في المرتبة الأولى في الصف، حصلت على علامة تامة في امتحان الرياضيات. ماذا؟ كيف تمكنت من؟ قبل أن نبدأ، إنه شرف لي أن أعلن عن المقاعد الأولى في كل قسم. جوردن ليباوسكي على آلة الفلوت، تريسي أليسون على التشيلو، تشارلي كابلن على آلة الساكسفون وعلى آلة الكمان، هانا مونرو. يمكنك أن تخبري كيت إنها قامت بعمل جيد أيضاً، حظ موفق في المرة القادمة. عذراً. لا أصدق كمية الجهد الذي بذلته مؤخراً، المدرسة، الكمان، وكرة المضرب. أراهن أن أمي تمنت لو كان بإمكانها تبديلي بك. الأمر بدا كأنني أقوم بعمل جيد. في الحقيقة لم أكن تعيسة في حياتي كما أنا الآن. عما تتحدثين؟ أنت في القمة الآن، إذا استمررت هكذا ستكونين الأولى في حفل التخرج من جامعة آيفي. لا أريد أي شيء من هذا، أعني التصنيف، المنافسات، كل هذا لا يشبهني. إذن لما تفعلينه؟ بصراحة بسبب أمي، لديها الفكرة بأنني بحاجة إلى الذهاب إلى مدرسة جيدة كي لا أنتهي مثلها. لا أريد أن أخذلها، لكن الغريب في الأمر أنها تلهمني أكثر من أي شخص آخر. ربتني لوحدها، تعمل بجد أكثر من أي شخص قابلته، ولا تزال تجد الوقت لتكون أماً جيدة جداً، على الأقل قبل أن تضغط علي كثيراً. ماذا ستفعلين؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ سأعاني خلال السنوات المقبلة لأجعلها سعيدة أكبر قدر ممكن. عزيزتي أحسنتما فعلا هناك. شكرا سيدة مونرو. هل تمنحينني بعض الوقت مع هانا؟ أريد أن أتحدث معها بخصوص أمر ما. نعم بالطبع، إلى اللقاء. أمي أعلم ماذا سوف تقولين. أخذت الأوركسترا وقتا طويلا، سنتأخر عن دروس كرة المضرب. لا، هذا ليس الموضوع. سمعت ماذا قلت لكيت. لم أدرك أنك كنت يائسة إلى هذا الحد. انظري، حاولت أن أخبرك أنني لا أريد القيام بهذه الأشياء، لكن اللحظة التي بدأت بها بالعمل بشكل جيد رأيت كم كنت فخورة بي، ولم أرد أن أخذلك أو أجعلك تعتقدين أنني فاشلة. حبيبتي، ليس من الممكن أن أفكر أنك فاشلة. يا إلهي، لقد تحمست كثيراً في محاولتي ألا أجعلك تصبحين مثلي ولتصبحي أكثر كأمي كيت. في الواقع نعم، أم كيت بالكاد تجد الوقت لتقضيه مع كيت لأنها منشغلة في شركتها، والسبب الرئيسي الذي يجعلها تضغط على ابنتها هو أنها أنفقت تكاليف الجامعة على سيارتها البورش، ويجب على كيت أن تحصل على منحة الآن. هل أنت جادة؟ لم يكن لدي فكرة. لا أعتقد أنها تريد أن يعلم أحد، لذا لا أريد أن أكون كوالدة كيت، أريد أن أكون مثلك. أوه عزيزتي، أنا آسفة لأنني ضغطت عليك كثيراً. أنا حقاً فخورة بك، وكنت على حق. لكل شخص طريقه في الحياة، ولا يجب أن نقارنه بأي شخص آخر. سوف أدعمك بأي شيء تريدين فعله. حقاً؟ أتعنين هذا؟ نعم، لأنني أعلم الآن أن المهم هو أن أحرص على أن أجعل أبنائي سعداء، وأعتقد بأننا عذبنا أم كيت بما فيه الكفاية.
يمكنها الحصول، هي وكيت على هارفارد، طالما أستطيع الحصول عليك. أحسنت عزيزتي، أنا فخورة جداً بك. لقد فعلتها، لا أصدق أنني تخرجت، لا أصدق أن ابنتي الصغيرة تخرجت من الثانوية، لكنها سوف تذهب إلى جامعة رود آيلاند للتصميم. قولي الحقيقة، ألا تشعرين بخيبة أمل لأنني لن أرتاد جامعة آيفيز؟ اسمعي، لا أحب مقارنة الأشياء بعد الآن. إن كنت سأقارن سوف أقول إنها كال ذهب إلى جامعة آيفيز للفنون. هانا، كوني، أما زلت تقودين السيارة المستأجرة هذه؟ فكرت في الحصول على واحدة أحدث، لكن أدركت أنني أفضل أن أدعم هانا حتى تتخرج من جامعة رود آيلاند، ثم يمكنني الحصول على سيارة فخمة. وللعلم ما زلت أحتفظ بحقيبة مايكل كورس التي أحبها جداً، صدقيني. هذا جميل جداً. أفترض أنك سمعتي، تم قبول كيت في هارفارد. حقاً؟ يا إلهي، تهانينا يا كيت، أتمنى حقاً أن تحبي المكان هناك. شكراً لك، لكن في الواقع أمي، بخصوص ذلك تم قبولي في جامعة أكسفورد. كانت تلك خطة بديلة في حال لم يتم قبولك في هارفارد أو برينستون. كيت، لن تذهبي إلى أكسفورد، إنها في الطرف الآخر من العالم، لن يتيح لي رؤيتك. أنت لا ترينني على أي حال. آسفة، لكن لكل شخص طريقه الخاص، وطريقي صدف أن يكون 5000 ميل بعيد عنك. أنت عديمة الامتنان. حسناً، سنتحدث عن ذلك لاحقاً. ما الذي يحدث؟ هي، هذه سيارتي. وفقاً للبنك إنها ليست كذلك. ماذا؟ لم تدفع القسط منذ 9 أشهر. عما تتحدث؟ إنه مكتوب هنا، علي أن أقوم باسترجاع لا، هذا. لا، الأمر ليس كذلك. أتمنعني عن إن ذهبت معكما إلى حفلة التخرج؟ لا مشكلة، هيا بسرعة.